اهلا بيكم في فيديو جديد، ولازم نتكلم عن فيلم الرعب ده لانه واحد من الافلام الرعب العربيه اللي اتعملت وكانت مفاجاه بالنسبه لي. كنتش متوقع ان الفيلم يكون بيقدم السهل الممتنع، يقدر يشدني ويخليني عايز اكمل القصه وفي نفس الوقت من غير ما احس ان في استسهال او استرخاص في الفيلم. وعشان كده هنراجع فيلم الرعب السعودي تشيلو. فلو دي اول مره تشوفني ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه، ممكن تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيساعد جدا وبيشجعني ان انا اكمل. وتعالوا نتكلم عن فيلم الرعب تشيلو المقتبس من روايه بنفس الاسم. This jello is one of a kind. خلينا متفقين في الاول ان قرار مشاهدة فيلم عربي رعب هو ريسك، لان في الغالب يا بنشوف قصة بسيطة بمشاهد رعب متكررة او قصة حلوة لكن التنفيذ بشع حرفيا. ايوة بشع. What the fuck is this piece of shit? المعادلة الصعبة في افلام الرعب ان هو يقدم لك قصة متماسكة في نفس الوقت، مش هقولك ان انت يعني تنط من مكانك وانت بتتفرج من كتر الرعب، بس على الاقل يكون تركيزك كله مع اللي بيحصل وفي حالة توتر مع تصاعد الاحداث. اللي بتبتدي في فيلم تشيلو في ايطاليا في 1706، احد العازفين بالتشيلو بيعزف معزوفة غريبة، بمجرد ما تسمع صوتها هتتصرف بجنون، مش هتقدر تسيطر على نفسك. وفي اللحظة دي بتبدأ قصة الفيلم اللي بتحكي عن ناصر لطيف، شاب في الثلاثينات تقريبا عايش مع امه وخاله، وحلمه ان هو يكون عازف تشيلو معروف وان يكون واحد من العظماء، بس قدامه طريق طويل لانه شغال بآلة تشيلو يعني لا اتمناها الالات ده اعدائي، آلة ضعيفة ومتهالكة ومش بتخليه يقدر يطلع كل موهبته في العزف. وعشان كده بيبدأ ان هو يدور على تشيلو جديد يشتريه. في اللحظة اللي بيشتريه فيها لسوء حظه بيكون هو اكبر غلطة هيعملها في حياته، لان من بعد ما بيعزف بيها لاول مرة حياته بتتقلب لكابوس، عيلته واصحابه كلهم في خطر. فايه السر بقى ورا المعزوفة اللي عزفها؟ بنخش رحلة مثيرة للاهتمام، وفاجأتني بصراحة لان انا اتصدمت اما شفت ممثلين من العالم كله. فيلم سعودي فيه ممثلين من السعودية ده شيء طبيعي، لكن وجود مثلا جيرمي ايرنز دي جديدة، الممثل اللي شارك في الجزء الثالث من سلسلة افلام داي هارد، ادى بصوته في واحد من اشهر افلام الانيميشن اذا ما كانش الاشهر في العالم فيلم ذا لاين كينج، وطبعا كسب الاوسكار لافضل ممثل في دور رئيسي في فيلم ريفرسال اوف فورتشن. معانا توبن بيل اللي عارفينه من افلام الرعب سو. الفيلم من تاليف المستشار تركي الشيخ، وعشان كده هو مليان بنجوم عالميين بيحاولوا ان هم يقدموا يمكن لاول مره فيلم رعب عربي مختلف عن اللي متعودين عليه. من الحاجات اللي عجبتني في اول الفيلم ان جزء كبير منه متصور في اراضي المملكه العربيه السعوديه اللي انا عشت فيها تقريبا 15 سنه، فكنت مبسوط بصراحه شايف فيلم كبير متصور بجوده عالميه، شوارع السعوديه والمباني وحتى الناس اللي ماشيين في الشوارع، معرفش بس الواحد حس بفخر نوعا ما. مخرج افلام الرعب سودر لينبوزمان المتخصص في افلام الرعب العنيفه بيقدم لنا قصه بسيطه في نفس الوقت بتنتقل بين الزمان والمكان المرتبطين ببعض في اللعنه اللي عايشه من الماضي وهتفضل موجوده لحد ما يجي الشخص اللي هيقدر ينهي اللعنه دي. مش عارف اعمل الفيلم ده كفيلم عربي سعودي ولا كفيلم عالمي بسبب الممثلين اللي فيه، بس بما ان الفيلم لغته الاساسيه السعوديه فاحنا هنحكم عليه بالمقياس ده. في دول عربيه كتير منهم مصر مثلا اللي حاولت تقدم افلام رعب، في حاجات منهم بالعافيه مقبولين وفي اللي جاب العيد كان ضحك يعني، لكن فيلم تشيلو بيقدم اللي انا بسميه رعب تقليدي بس مش متقلد. مشاهد القتل كما هو متوقع من خبير لافلام رعب، قادر ان هو يخليك في مشهد انت متوقع ان في حاجه هتحصل، مثلا في شخص هيموت بس انت بتتفاجئ ومستمتع، عارف لما يضحك عليك بس انت قشطه موافق؟ تقريبا ده شعوري في اغلب مشاهد الفيلم، ما عدا كم مشهد بصراحه انا ما كنتش متوقع اللي هيحصل، ده اللي خلاني متحمس وعايز اعرف النهايه هل هي زي ما انا بفكر فعلا ولا لا، خصوصا ان مده الفيلم مش قليله خالص، ساعتين بالظبط، فالفكره ان انت طول المده دي بتتفرج وتركيزك مع الاحداث لسه زي ما هو، فدي حاجه كانت ايجابيه بغض النظر بقى الفيلم عجبني قد ايه، لان انا بصراحه لو لقيت ما بقتش مهتم وما بقتش مركز مع القصه بعد ساعه مثلا في الغالب بقفله وبقوم. وعشان كده قليل اما بتكلم عن فيلم سيء ليه هجبر نفسي ان انا اتفرج على فيلم وحش لمده ساعتين يعني. مشاهد الرعب الصريحه في الفيلم مش كتير، ودي سكه انا شفتها منطقيه ان الفيلم ما يركزش عليها على قد ما هو مركز في القصه نفسها. انا شايف ان افلام الرعب وان الواحد بقى يطلع من فيلم رعب وهو خايف او مرعوب دي ما بقتش تحصل، انا بقيت بركز في افلام الرعب شويه على القصه والشخصيات. بنشوف البطل ناصر لطيف اللي بيصبح خاضع لآلته الموسيقية اللي بدأت تدمر حياته، وفي نفس الوقت بتطلب منه ان هو يكمل المعزوفة بتاعته وان ده حله الوحيد للخلاص. اداء الممثلين في الفيلم كان كويس جدا وما عنديش اي مشكلة مع الابطال اللي فيه، كنت خايف اشوف اداء مفتعل بس ده ما حصلش الحقيقة. النص التاني من الفيلم بقى بيبدأ الجد،
القصة بتكبر، وأول ما الحوادث بتكتر أنا كنت مستمتع أكتر لأن الأحداث كانت أسرع بكتير من النص الأول في الفيلم، وبدأت أشوف مشاهد رعب كأني بتفرج على فيلم أجنبي عادي، ما عدا بس إن هما بيتكلموا سعودي. وحشتني أيام ما كنت بتكلم سعودي والله. ذكريات. عشان الفيلم ده ياخد فرصته لازم تتفرج عليه للآخر. ما تقلقوش مش هحرق لكم حاجة، بس في مشاهد النهاية اللي كترت فيها ظهور جيرمي أيرنز كذا مشهد كانوا متقنين من سيناريو وتصوير وأداء تمثيلي. لحظة الاختيار بين التراجع أو إكمال المهمة. الرعب كان أقل بس العنف والدموية كانوا أكتر، وعشان كده لازم أقول حاسس إن المفروض إن كنت أقول كده في أول الفيديو. الفيلم دموي وده طبيعي لأن هو متصنف رعب وفي لعنة وكده، فأكيد هتلاقي المشاهد يعني هي مش بنفس درجة بشاعة أفلام سو، بس المخرج روحه لسه متعلقة بالسلسلة، وده أنت هتكتشفه بقى بنفسك لو اتفرجت على أي جزء من سلسلة الأفلام دي، وأتوقع يعني إن أغلبنا شاف جزء أو اتنين على الأقل. الفيلم يمكن حط نفسه في تحدي بسبب الممثلين اللي فيه، لأن كده كل الإمكانيات موجودة، فهل أخيراً هنشوف فيلم رعب عربي وسعودي يستحق المشاهدة؟ في تطور كبير حصل في السينما السعودية ولسه هيحصل في السنين الجاية، شغالين بشكل مش طبيعي من أول القصص اللي بتتكتب والممثلين الجداد اللي بيطلعوا، لأن بالمناسبة اليوتيوبر براء عالم اللي هو فيلمر شفته في الفيلم، فدي من الحاجات الكويسة اللي هتعرفك إن فيه اهتمام الشباب. يمكن انا ما قريتش روايه المستشار تركي الشيخ اللي هي بنفس اسم الفيلم، بس انا كنت مستمتع، ما حسيتش ان الفيلم ده رخيص او فيه اي استسهال. انت بنفسك لما تشوف فيلم مصروف عليه فلوس ومحطوط فيه طاقه بتوصل لك، بتعرف تفرق بين فيلم اتعمل في ساعتين مجازا يعني مش حرفيا اتعمل في ساعتين، وفيلم تاني خد وقته عشان يرضي اللي بيتفرج. وعشان كده فيلم تشيلو من الافلام اللي انا استمتعت بيها الحقيقه، كانت تجربه جديده ومفاجاه خصوصا للسينما السعوديه. بالنسبه لتقييم الفيلم من 10 فانا هسيب لكم بقى التقييم ده، تقولوا لي تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك لان ده فعلا بيفرق جدا وبيشجعني ان انا اكمل. لو اول مرة تشوفني وحابب ان انت تشوفني في المستقبل ممكن تشترك في القناة، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان اول ما انزل فيديو يوصلك على طول. انا على اسماعيل نونز موفي هاسلر، ما تنساش ان انت تعملي فولو على الانستجرام، بنزل هناك تقريبا فيديو كل يوم. لو عندك اي سؤال ابعتلي. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.